السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم النهاردة في هنكمل البرمجة للألعاب في برنامج سكراتش وهناخد لعبة يعني تعتبر بروفيشنال شوية هنبدأ بقى نعلي المستوى بتاع الألعاب احنا بدأنا بلعبة بسيطة اللي هي القطة اللي بتعدي الشارع النهاردة زي ما انت شفتوا كده بنعمل لعبة ان هي طلقات عدد الطلقات بتاعت بنطلع طلقات من مسدس وبيصطاد بيها والمفروض عدد الطلقات دي ما تزيدش عن حد معين و علشان اللعبه تفضل مستمر او تحافظ على سكورك ان هو يبقى قد عدد الطلقات بتساوي عدد الطيور آه هنبدا باللعبه وازاي نفكر نعملها احنا قلنا البرمجه هي عباره عن طريقه تفكير فاحنا هنفكر نعملها الاول احنا عايزين كائنات فهنحذف الكائن ده وهنجيب كائن جديد اللي هو اللي هو الكائن الجديد هو الحاجة اللي هتطير فمثلا هناخد العصفور ده او البغبغان ده ونقول له موافق عايزين نعمل خلفيه هنصغر شويه الكائن زي ما احنا قلنا علشان يبقى قد في تناسب بين الشاشه ما بين الخلفيه وما بين الكائن اه كمان هنعمل ايه عايزين هنرسم كائن جديد عايزين نرسم اللي هو المسدس اللي هنشتغل بيه وهنعمل له مظهر تاني عشان احنا عايزين المظهر الاولاني ده مثلا التصويب هنتغيره يعني كده هنقول التصويب والتاني هيبقى التاني هيبقى الصيد هنغير لونه مثلا هنخليه بلون احمر كده احنا بقى عندنا مظهرين. ده. هنصغره برضو شوية وعندنا مثلا كائن تاني هنقول احنا مثلا نكتب start اللي هي كلمة البداية اللي هنبدأ بيها اللعبة زي ما انتم شايفين ظهر تاني دول يعتبروا الكائنات اللي احنا هنشتغل بيها خلاص لان احنا هنعمل ايه في طائر بيطير وعندنا في علامه اللي هي بتاعه الصيد دي اللي هي البندقيه وعندنا كلمه البدايه خلاص دي تعتبر المظاهر والحاجات الاساسيه طيب نبدا بقى في الشغل الجامد اللي هو ازاي هنعمل مقاطع البرمجيه هنبدا الاول حاجه المقاطع البرمجيه كلمه ستارت دي انا عايزه اللعبه اول ما بتبدا نبدا ستارت دي تخش مع موسيقى مثلا خلاص هندخلها ازاي هنقول عند النقر على العلم خلاص هي هتبدا ماشي عايزين صوت هنشغل مثلا هنختار صوت اللي على مزاجنا احنا عايزين صوت شكله ايه هنختاره وكده اخترنا الصوت نخش على المقاطع البرمجيه ونقول له شغل الصوت ده عند البدايه خلاص وبعدين بعد انتظر مثلا تلات ثواني واقفلها احنا عايزين كده وبعد كده هتختفي ونقوله في المظاهر اختفاء ونيجي نشوف بس خلاص طيب بعد كده نيجي للحتة اللي هي بتاعت ستارت دي احنا قلنا له شغل الصوت وانتظر واختفي طيب بعدين الاول اللي عايزينه كمان يظهر بعد كده يعني هو يظهر خلاص او عند النقر هيظهر ويقعد ثلاث ثواني ويختفي بس خلاص كده وتبدا اللعبه تشتغل نيجي بقى للكائن اللي هو البندقيه انا عايزه البندقيه اول حاجه تشتغل تبقى ماشيه مع الماوس اللي هو الحركه مع الماوس تاني حاجه لو هي احنا عندنا المظاهر بتاعتها هنا تبقى باللون الاسود واول ما تيجي تقرب من الطائر تعمل لون احمر عشان التصويب غير ان هو اصطاد احنا بنقول مثلا طول ما هو ماشي بيصوب اول ما بيجي على الطائر يغير اللون الاحمر عشان يعرفنا خلاص ان انا ايه ايه كده اقدر ادي طلقات ماشي والحاجة الاخيرة آه عايزين ليه صوت عايزين نعمل صوت اللي هو بتاع الايه الطلقة وكمان المتغير اللي احنا هنضيفه اللي هو عدد الطلقات علشان تبقى اللعبه محكومه شويه بيبقى فيها قيود مبدئيا كده لما نيجي نعمل مقاطع البرمجيه احنا قلنا عايزين الكائن ده اول حاجه ايه يتحرك مع الماوس يبقى هقول له اذهب الى الفار خلاص مش اتجه زي ما احنا قلنا قبل كده في اوامر الحركه ماشي وخليه دايما باستمرار تذهب للايه خليك مع الفار طيب هنبدا نقول له اذا اذا ايه جملة اشتراطية لو انا انا عندي دلوقتي قلنا مظهرين اهو واحد اسود وواحد احمر التصويب على الاسود هقول له اول ما تيجي لناحية البارود او اللي هو الكائن هنعمل ايه هنغير للون اللي هو الايه الاحمر يعني عايز اغير المظهر دي هعملها ازاي هقول له اذا ونيجي للتحاسس اذا كان ملامس خلاص اللي هي الوقت ما هي الفاره والكائن ده ملامسين الماوس بس ده لو لامس البرد هتعمل ايه تغير الخلفيه اللي هي التانية غير المظهر لمظهر الصيد اوكي طب وبعدين طب لو ما لامسش خلي المظهر الثاني اللي هو مظهر التصوير فيها حاجه دي مفيش فيها اي مشكله لو جينا عملنا كده اه الى اللي هو الاحداث عند النقر نبدأ نشوف اهو شايفين بصوا لاحظوا ده اسود اسود في كل الشاشه اول ما قرب من الايه البارود بقى لونه احمر طيب دي تاني حاجه تالت حاجه قلنا عايزين نعملها ان احنا نقول له آه عايزين الصوت بقى ما هو خلاص هو كده قرب للطائر عايزين نعمل كليك ونضرب فاكرين انتوا اللعبه دي طيب الكليك دي يعني هضغط على الكليك الشمال بتاعه الماوس و هبدا اطلع اطلع صوت طيب انا عايزه دي اعملها ازاي هقوله له برده في التحكم هقوله له اذا حاجتين ان هو هو خلاص بقى ملامس للبرد الماوس مضغوطه هو هيبدا يضرب فانا عايزه حاجتين فهجيبها بقى من العمليات دي واقول له كذا وكذا اللي هما الحاجتين اللي انا عايزاهم وهاجي من التحسس وهقول له لو كان ملامس للبرد ومفتاح نقول له لو كان ملامس للبرد وزر الفاره مضغوط وزر الفاره مضغوط خلاص لو كده هتعمل ايه هتطلع صوت اللي هو صوت طلقة النار الصوت دي فين لو جينا شفناها اهي اسمها هاند كلاب هناخدها وقول له شغل الصوت ده نيجي نشوف شايفين اهو كده كويس قوي طيب مبدئيا كده احنا ماشيين حاجه بسيطه نيجي بقى بعد كده احنا هنخلي حته السكور دي والبيانات او المتغيرات في المرحله الجايه نبدا برضو في حركه الايه البارود نشوف انا عايزه البرد ده يختفي وما يظهرش الا بعد ما ايه في حاجه احنا عايزين نقولها هنا في الاول قبل ما نتحرك في الكائن لما هيشغل الصوت ده هنيجي بقى حاجه من هنا اسمها من الاحداث حاجه اسمها بس رساله بس رساله هنقول هنا ايه عشان نربط الاحداث ببعضها هنبس رساله اسمها ايه الرساله هتدوس على رساله جديده وهيقول لك اسم الرساله هتقول له مثلا ايه آه... تم التصويب خلاص وقوله موافق نيجي بقى لحركة البارود هقول له في الأول احنا قلنا كلمة ستارت هنعمله هنعمل له إخفاء يعني عند النقر في الأول هتكون انت مختفي وتظهر مثلا بعد ثلاث ثواني وابدأ اظهر طيب الحركة بتاعته هتبقى عاملة ازاي زي ما احنا اتفقنا الحركة اللي احنا عارفينها هنبدأ نغير في في الوصف اللي هو وصف الحركة ونبدأ نقول له أنا عايز يتحرك ويرتد إذا كان عند الحافة خلاص والتحكم باستمرار أهو عايزينه بقى يبقى سريع علشان اللعبة تبقى أسرع أهو أو يبقى فيها إيه يبقى فيها أكشن أكتر بتغير طبعا من الحركة بتاعة هى الخطوة طيب عايزين بقى نبدأ نبرمج البيانات والمتغيرات اللي موجودة عندنا احنا هنعمل متغيرين المتغير الاول اسمه عدد الطيور ولازم يبقى الجميل كائنات ونقول له موافق ونعمل متغير كمان اسمه عدد الطلقات اقول له موافق خلاص طب احنا هنيجي هنا في عدد الطلقات دي اه في البدايه انا عايزه هنا الحته اللي احنا المفروض نكملها لما نبدا الماوس او البندقيه دي يعني. هتقرب من من هيعمل ايه هيعمل الصوت ويبدا يعني يعمل الطلقه خلاص والطلقه دي تزيد واحد فهقول غير عدد الطلقات بمقدار واحد واحطها هنا خلاص طيب في البدايه انا برده عايزه أقوله خلي الطلقات بيساوي صفر في البدايه عند النقر خلي الطلقات بتساوي صفر كده احنا خلصنا دي طب نخش على البروت انا برضو عايزه ايه لا هو في اول اول ما هيظهر يبقى في واحد يبقى عدد الطيور انا عايزاه هيبقى ايه واحد اول ما يظهر فاقول له اجعل إيه؟ عدد الطيور بيساوي واحد عدد الطيور بيساوي واحد خلاص طيب تيجي بقى نشوف موضوع البرمجه بقى بتاعت المتغيرات دي احنا إيه؟ حاجه عماله بتتغير قيم بتتغير لما الحدث ده بيت... بيتحقق طيب انا دلوقتي قلنا الحدث هنبدا كده نشوف في البدايه هون عدد الطيور شايفين كام واحد عدد الطلقات بصفر خلاص الماوس بيتحرك معايا المسدس اهو طيب اول ما اقرب للطير ها اه شايفين الطلقات اهي وما خلاص عماله بتتغير عماله بتتغير طيب نبدا بقى احنا عايزين نقوله لما زي ما كان هنا على الفار مضغوط والملامس وشغل الصوت وزود طلقات خلاص لما يحصل الحته دي انا عايزه برضو الطائر ده يختفي ويجي واحد مكانه ونزود عدد الطيور بقيمه واحد ده يتعمل ازاي تعالوا نشوف هنعمل ايه نعمل آه برمجة الطائر فاحنا اخر حاجة عملناها هنا ايه ان التصويب تم لما التصويب يتم هقوله بقى هات على هنا فين في الاحداث وعندما تستقبل رسالة ان التصويب تم هتعمل ايه هنشيل هنحذف النسخة وينشئ نسخه تانية من الايه البرد يعني <applause> يعني ايه يعني البرد ده خلاص انا المفروض لما صوب عليه واطلع الطلقه هو ايه يمشي ويموت ويجي مكانه واحد تاني. خلاص طيب وعايزين كمان يعمل صوت يعمل صوت البرد اللي احنا عارفينه يبقى تعمل صوت البرد وتعمل نسخه وتحذف النسخه القديمه دي اول حاجة طيب عايزين كمان طيب احنا عايزين نعرف بقى اللي هو الشرط الاساسي اللي هيكمل عليه اللعبة ان احنا هنقوله هنا آه لما التصويب يتم عندما تستقبل التصويب انا عايزة ايه عايزة شوف احنا قلنا اصلا عدد الطيور بيبقى واحد فانا عايزة اقوله هات هنا من العمليات و البيانات واقول له لما يبقى عدد الطيور زائد واحد اللي هي اجعل عدد الطيور هنا مساوي لايه لعدد الطيور زائد واحد خلاص عندما تستقبل سا... اللي هي التصويب لانما بتصوب وال... وتبدا الطاقه تطلع هيزود الطيور واحد ويزود الطلقات واحد بس احنا اصلا كان عندنا اوريدي فعلا موجود البرد فاحنا بنزود عليه واحد او موجود واحد فاحنا بنزود على اللي موجود واحد خلاص طيب اه وطيب انا عايز احط بقى شرط كمان أقوله اذا خلاص عدد الطيور كان مساوي عدد. سوري بقى عدد الطلقات فين هنا نجيب العمليات نقول عدد الطلقات بيساوي ونيجي من البيانات ونقول له الطلقات وصلت ل مثلا هنوقف اللعبه اوقف الكل خلاص آه نيجي نشوف بقى نجرب أو عدد الطيور شايفين واحد عدد الطلقات بتساوي صفر البرد بيتحرك المؤشر لونه اسود هنقرب منه هيدي احمر انا لو ضربت في اي حته مش هيعمل هو لازم يبقى مقرب للبرد اهو شايفين بنبدا نعمل نضرب يجي غيره أهو. بنضرب يجي غيره بنضرب يجي غيره والكول ايه اللعبه عماله بتعد السكور بيعد اهو جميله خالص اللعبه والاجمل انك عاملها بنفسك المفروض لما بنوصل للعشرين اللعبه بتقف اوكي اتمنى تكون اللعبة عجبتكم ومسلية ويا ريت نبدأ نجرب وننزل برنامج سكراتش ونشتغل برنامج لذيذ جدا لو عودنا اولادنا انه يلعبوا النوعية دي من الالعاب في الاخر دماغهم هتكبر وهت التفكير التفكير عندهم هيزيد جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته